بالمناسبة. نأتي الآن بالتفصيل إلى قبيلة عبد القيس لأنها تهمنا كثيراً، لأن قبيلة عبد القيس هي كما قلت التي ارتبطت بإقليم البحرين القديم، وبالذات من القرن الثاني الميلادي أو الثالث الميلادي إلى القرن السابع الهجري، يعني ما شاء الله يعني مسافة زمنية طويلة جداً، يعني تأتي 10 قرون تقريباً. كانت هذه القبيلة هي المسيطرة على إقليم البحرين، وكان هذا الإقليم يعرف بها ويقال بلاد عبد القيس، البحرين بلاد عبد القيس. فعبد القيس طبعاً ورد فيها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث يغبطها عليها كل قبائل العرب. مثلاً يقول الرسول: خير أهل المشرق عبد القيس، أسلم الناس كرها وأسلموا طائعين. هذا حديث. أيضا يقول: اللهم اغفر لعبد القيس، أنا حجيج من ظلم عبد القيس. هذا استشراف للمستقبل ولما سيقع عليهم من ظلم، وهو طبعا يتأتى حتى في هذا الوقت، لأن معظم أحفادهم هم الآن في الأحساء والقطيف والبحرين أوال. فإذا اللهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، وطبعا في الصحاح، كتب الصحاح: اللهم اغفر لعبد القيس، أنا حجيج من ظلم عبد القيس. أيضا: يا لهف نفسي على فتيان عبد القيس، أما إنهم أصد الله تعالى في الأرض. كل هذه أحاديث صحيحة أوردت عن الرسول في عبد القيس رضي الله عنهم، أحاديث متفرقة لنبي محمد. أيضا هناك الآية الكريمة التي تقول: ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه في تفسير هذه الآية أجمع كل المفسرين على الإطلاق في العالم الإسلامي أن الذين أسلموا طوعا في الأرض الأنصار وعبد القيس. هذه موجودة في جميع التفاسير. إذن هي قبيلة عظيمة عبد القيس. ومن هنا فقد قال الإمام علي عليه السلام: عبد القيس خير ربيعة. لاحظوا، الإمام يربطها بربيعة لأن الإمام دائما لديه حب تجاه ربيعة. عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير. عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة خير، يعني كل ربيعة خير.